السلام عليكم متابعينا الأعزاء. انتشر في الآونة الأخيرة بأن دعوة 40 شخصا غريبا مستجابة، فهل هذا الكلام صحيح؟ ولماذا 40 شخصا بالتحديد؟ ومن هم الذين تستجاب دعوتهم؟ لكن قبل أن نبدأ ندعوكم للإعجاب بالفيديو والانضمام إلى عائلة متميزون. كون دعوة 40 شخصا مستجابة لا نعلم لها أصلا، ولم تثبت في السنة النبوية المطهرة، ولكن ثبت في السنة النبوية الصحيحة أن هناك من يستجاب دعاؤهم كالمسافر والوالد والمظلوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. حيث بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وقال له: اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. فثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فإن الله تعالى قد تعهد بالاستجابة لمن دعاه فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك الموكل به آمين ولك بمثله. فيتميز سلوك المسلم عن غيره بأنه يحب الخير لإخوانه المسلمين كما يحبه لنفسه، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد حسن الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعاء للغير وهو غائب غير حاضر. هذه الصورة الرائعة التي يشجعنا بها النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء للمسلمين تتضمن وعدا بأن الخير الذي ستدعو به لن يصل إلى المدعو له فقط، وإنما ستناله أنت أيضا، لأن الله الذي أرسل الملك ليقول آمين أرسله وهو يريد الإجابة، كما أن الملك يقول بيقين آمين ولك بمثله، فقد أخبره الله تعالى بتحقق الاستجابة. فصار أداء هذه السنة الجميلة نافعا للطرفين، الداعية والمدعو له. وأكدت الصحابية الجليلة أم الدرداء رضي الله عنها لزوج ابنتها وهو عبد الله بن صفوان أن هذه الدعوة مستجابة. فعن عبد الله بن صفوان رضي الله عنه قال: قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء رضي الله عنه في منزله فلم أجده، ووجدت أم الدرداء رضي الله عنها فقالت: أتريد الحج هذا العام؟ قلت: نعم. فقالت: ادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثله. وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة لأنها تستجاب ويحصل له بمثلها. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس قلت: يا رسول الله ادعو الله لي. فقال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، ما أسرت وما أعلنت. فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيسرك دعائي؟ فقالت: وما لي لا يسرني دعاؤك. فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنها لدعائي لأمتي في كل صلاة. وما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى 3: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه مثلها. قال: إذن نكثر؟ قال: الله أكثر. فعلينا أن نطبق هذه السنة الرائعة ولندعو لإخواننا بإخلاص حتى يستجيب الله عز وجل لدعائنا، فنخرج إخواننا من أزماتهم ويتحقق لنا من الخير مثل الذي دعونا لهم به. هذا والله تعالى أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا تنسى عزيزي المشاهد الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنتمكن من تقديم المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى.